محمد رمضان نسيت وصلنا ل 57 دقيقه في ساعتنا الاولى من 6-9 على اي اف ام احلى غاديو معايا تشكيله جميله نذكر بها كابتن خالد حسني شكيب درويش مجدولين شيرني وانس بن مالك المشاغب اللي قاعد توا ما نحكي لكم شنو قاعد عامل على الغنايه لا نترناه وانا مشاكيب على مالها ترينا بابا حصص حمائيه خلي بعيدا عن ضوضاء السياسه اجواء من الرومانسيه والحب الحمد لله لقيت المراه اللي نحبها ونتمناها وعلى خاطر انا فرحان برشا حبيت نشارك التوانسه الكل فرحه عمري هذا اللي قالوا كادريم في التصويره اللي هبطها على صفحته الرسميه بالفيسبوك ما يهمنيش انس ما يهمنيش مجدولين يهمني شكيب ما يهمنيش الكابتن علاش يهمك يا شكيب والله اسمعني ساعات هكا عندي شويه حبه فضول وعنك حكايتك فرجوية مرات ما أنا كدريم هذا من الناس اللي لحد الساعة حاطت على راسه هكا أكثر من نقطة استفهام ريشة دام ريشة لا مش ريشة نقطة استفهام لا لأنه من جهة عبد بتاع البلينج بلينج ومربي نمر يظهر لي في الدار وذهوبات وكراهب وطيارة معناها خاصة وكليبات يجيب لها ألمع النجوم وفلوس معناها بالبالة هذا شيء هذا كدوري انت تتسائل من جيبه بالفلوس لا مش انا مسؤول لا بينك وبين روحك شوف شو عندنا طبيب لا ما نعرفش لا هذا من جهه ثانيه بعد تلقاه يلعب سياسه مع مخت بنت بن علي مع الحديث عن الثوره قبلها مع انه بن علي وصاني وصيه مع مع مع, مع, مع ولا الراجل يحكي قلم سياسه من بعد حاجه والله فاجئتني انه انسانيته بالضبط وخاصة في الظرف هذا الاستثنائي نتاع الكورونا فيروس واللي عمله الراجل يقول لك انا ثروتي على ذمة توانسة واللي ناس تعاني والصغيرات كذا نتبناهم بجد معناها وبنت اسكوبار قبل نحكي لك في كادوريم الاولاني الصيغة الاولى بتاع كادوريم صار خرج من اسكوبار اللي هو بمعنى كان التصوير نشر التصوير انه شخص مثير للاهتمام رجل اللغز تحب تقول انس بن مالك علاش ما يهمكش؟ ما يهمنيش باش نقول لك علاش خاطر التيتر ناقص كلمه اللي هي مش الحمد لله لقيت المراه اللي نحبها ونتمناها التيتر الحقيقي كارو الحمد لله لقيت المراه اللي نحبها ونتمناها لشهر جويليا لانه زواج المسيار لا لا لشهر لا 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 حب حب وشو والشخص ينجم يحب برشا مرات كل شهر ينجم يحب دوك هو تلموع عوض ايوا للناس فيما يعشقون مذاهبه شو حقه يحب قد ما يحب ونفرح له يحب لكن مش قول لنا المراه اللي نحبها ويسكت سامحني هذه مغالطه لانه كل مره نسمع كادورين مع واحده وربي يزيدوا في القبول ومحبه الرسول كما تقول شكيب ولذا هي الحمد لله لقيت المراه اللي نحبها نتمناها لشهر جويلي سيتاسيون شكيب درويش ويمكن لهاتي الصائفة شهر جويلية اوت كان انا نعطيوها كلي بالزيت وانا نعرف بالمسبق مجدولين علاش ما يهمهاش اما خليك تقول كمان ربي هني سيد بسعيدة معناش سيمبلومون فوالا كدوريم معروف بالعمل التضامني اللي نحيوها عليها هذيك خاطر بالرسمي من العباد اللي يعني عنده فلوس عاون ما تاخرش عندها فلوس وما تعاونش كابتن علاش ما يهمكش؟ والله ما يهمنيش اعمل حاجه يعطيه صحه على العمل تهمك وكدوريم ما يهمكش فعلا شو اسمع شو انت شاري شبوك اليوم انت شاري شبوك اليوم اسمع مش عامل لك ستاج تعملها وانت بديتي تشب توا عنده الحق جاوبنا عليه نرمي صفر تحكي عليها في كل مره وتستشهد بها وكدوريم ليه؟ جاب الدليل ان التونسي تعب من السياسيين وتعب من مشاكلهم ومن التكتيك نتاعهم ومن النفاق نتاعهم ومن الدنيا كل معناها اعطيتكم مثال ان الشعب التونسي كان ملاهي بنرمين صفر مش بخطاب رئيس الحكومه أكثر ولا أقل وقلت لكم أن الكلام هذا أن انتخابات الإفريقي هي توا اللي شد الرأي العام وليس الأمور اللي كنت تقولوا فيها أنا أخويا ربي فضل وربي عايشه تبقى وكا هو ما يهمنيش معناها وكا تو سامبلومون ما يهموش اللي هو الحي وحدة يغلي هو متواجد حاليا في الأراضي التونسية إيش أقول لك هو ما سرعناش الفرح وأنا أتمنى أن الطائرة الخاصة نتاعو يسلفها ساعة ساعة للسياسيين باهي نمشيو للغريبة اللي صارت في الدورة هذه نتاع بكالوريا 2020 السيد بالمضخم الصوتي البرا يعطي في الإجابات ويملي فيها على تلامذة اللي موجودين داخل قاعات الامتحان امتحان الفرنسية صارت في أريانا ويأكد المكلف بالإعلام بوزارة التربية محمد الحاج طيب أنه تم القبض عليه وهذا صار نهار الجمعة والناس الكل تحكي عليها كيفاش صارت العملية ليه وأكثر من ذلك الغريبة شكيب ومجدولين أنه تم
التوثيق العملية من داخل قاعة الامتحان والفيديوها اللي عز معناها مين نشدوها احنا ساعة يهمكم ولا ما يهمكمش؟ يهمني. يهمك مجدولين يلا. شو يهمني خاطر هو ساعات اللي تلمو مستخيص والضغط بتاع السياس ساعات كي تبدأ تزابي وتفرج في حاجة نعودت على أقل فيديو يكون 20 مرة سما غابلي فيلم اللمبي كنت فرجته فيه كيفاش اللي اللم خرجت هكا وتوري فيه معناها حاجة تفرجوا فيها في الأفلام وإمبوسيبل إمبوسيبل نتخيلوا تصير في تونس صارت. وحاجة سمتاتيك الحقيقة معناها سيفغي عملية غش وما هوش قانونية يتو مي محلاه الشباب كي يبدع هكايا وان شاء الله يبدع في الحاجات البوزيتيف يا كابتن يا كابتن شخاولك في الابداع هذا يهمك ولا ما يهمكش الساعة النوع من الابداع يهمك ولا ما يهمكش انا دخل بعض سيء ما يهمني ما يهمك شيء شو معني بلاد العجيب والغراب بلاد هذه مسكينة تونس ولا تصور انت واحد بالبوق معني ولو انت تقول لي فما تحقيق شنو علاش تحقيق علاش مش حقوة معاه لا عقوبة بدون نص معايا ولا مش معايا ما زلت نفكر شوي دروها ها فما نص النص هذايا اللي يعطي البوق ويعطيك فما نص باش يعاقبه بتبيع انا هو بتبيع لا انا هو اللي يغش في البكالوريا انا هو النص اللي يعاقب اي ماهوش تلميذ هو من برا شنو النص اللي يطبق عليه هو النص اللي يعاقب الحاله دي شغب البدله معناها في كيف لا 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 مشاركة لا انا متاكد منه مش القانون نص بتبيع والله يا خالد هذا ما يلقاولوش نص هذي التهمة متاعو تتعدى بسبعة تهم عرفت وكذا وكذا كذا لكن جيس حبيت أخوه ما يهمكش على ما يبدو أنا لا يهمني 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 على خاطر يمس بمصداقية شات الباك اللي عمال تفقد القيمة متاعها مجدولين قال تفكرني في الأولمبي أنا يفكرني في لسيغ دوي باس لباك فيلم كولت قديم فرنسا والله غريبة وعجيبة أما الحكاية ذي توصلنا ثمانية متاع الصباح الواحد ما عاش عارف حتى شنو يقول كل مرة غريبة يقوم عليها ثمانية متاع الصباح على إفهم أحلى غاديو 7-9 هذه ساعتنا الأولى نخلي الكلمة لي قسم الأخبار فلاش أنفو لكن قبل ذلك ميتيو ألفا ولا أنفو تخافيك ميتيو ميتيو مرحبا